إخوان أخوات مشاهدينا الكرام، تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الكارتة اللي قلنا لكم غادي نشاركوها معكم. كارتة مهمة توصلوا بها بزاف ديال الناس من السيغوريدات سوسيال، كتتكلم على المبالغ اللي غادي تشدوهم في سنة 2023. هذا هو المبلغ أولاد عمامي اللي عندكم فيه الحق في سنة 2023. أي تقدروا تكونوا معاه متفقين ولا لا؟ فهاد الكارت كيقولوا لكم اذا ما متفقينش مع هاد الشيء تقدروا الاخوان تعملوا الكيخه ديالكم. بالي حنا غادي نشاركوا معكم شنو كاين في هاد الكارتة، شنو كتعني هاد الكارتة، كل شيء بالتفاصيل اولاد عمامي كيف ديما. ولكن ما تنساوناش باللايكات ديالكم والبارطاج، حيت المعلومات خصهم يتبارطاجوا اولاد عمامي ما يبقاوش عندنا. المهم انا دابا كل مره غادي نبقاو نقولها لكم حتى تملوني نيشان هاد الشيء اللي عطى الله. المهم اولاد عمامي، قبل ما نمشي لهاد الكارتا نوضح لكم شنو كاين في هاد الكارتا الاخوان اللي توصلوا بها بزاف ديال الناس، كاين اللي غادي توصل بها. اخر فيديو قلت لكم باللي كاين اغلاط و بالدليل داكشي وريت لكم الاخوان الكارتا اللي توصلت بها واحد الاخت فين كانت كتشد واحد المبلغ، وفي هذيك الكارتا كيقولوا ليها باللي دابا غادي نخليو لك هاد المبلغ من 490، كيقولوا ليه غادي نخليوك كذا 70 اورو. قلت لكم باللي من تما هذيك السيده توصلت بواحد الايميل فين الاخوان كيتعرفوا بالغلط ديالهم، قالوا ليها باللي ما تخافيش داكشي اللي قلنا لك راه فيه غلط، غادي نصحوا داكشي و شهر 12 في النومينه ديال شهر 12 غادي نخلصوك في هذوك المبالغ اللي عندك فيهم الحق. حتى لهنا كلشي واضح ولاد عمامي، اغلاط كاينين، السيستم مخربق مخربق، ولكن اولاد عمامي قلنا لكم عاود باللي كاين اللي غادي توصل بواحد المبلغ وغادي يكون هذاك هو المبلغ اللي عنده فيه الحق. ماشي كامل هاد المبالغ اللي توصلتوا بهم شي وحدين راه فيهم اغلاط، لا اولاد عمامي لا، ما نكذبوش على ريوسنا. اما هذوك الناس اللي كاع ما توصلتوا بوالو، جوج احتمالات، اما القوا باللي ما عندكمش فيها الحق زولوها لكم، ولا الاخوان كاين اللي باقي كيراجعوا داكشي و في الاواخر ديال هاد الشهر ولا في الاول ديال شهر واحد غادي يخلصوكم في شهرين كيف قلنا لكم انتوما وهذوك الناس اللي كانوا دخلوا ليهم الفلوس ورجعوا داوهم، حيت داكشي ماشي نورمال، حيت فهداك المبلغ اللي رجعوا داو راه فيه حتى الكومبليمنتو ديال لايودا برا لانفانسيا، داو كلشي، داو المبلغ ديال انجلس ونويتال وداو الكومبليمنتو ديال لايودا برا لانفانسيا. على داكشي هنا كاين غلط، كاين غلط غادي يخلصوكم فوقاش قلت لكم في الاواخر ديال هذا الشهر الاخوان ولا في واحد من شهر 1 2023 على حسب البنوك الاخوان. كاين بعض البنوك اللي كيسبقوا هاد النومينا وكاين اللي لا. حتى لهنا كلشي واضح ولاد عمامي، كلشي واضح. دابا نمشيو للكارطه ديالنا، حيت الكارطه ولاد عمامي هاد الاخوان اللي شاركوا معايا الكارطه حتى هما الاخوان نقصوا ليهم، نقصوا ليهم، ولكن حنا غادي نوضحوا لكم دابا الاخوان علاش نقصوا ليهم. المهم علاش ماسو منوس الاخوان يالو سابيموس كيف كنقولوا حنا، كيعملوا اكتواليزاسيون وكيتوصلوا بالرينتا ديالكم، وعلى حساب هذاك الرينتا اما ينقصوا لكم ولا يزيدوا لكم ولا يحيدوها لكم. بالي هاد الناس درسوا ليهم الرينتا ديالهم الاخوان ولقاو باللي خصهم ينقصوا اليوم. واحد من الاخ، واحد من هاد الاخوان اللي شارك معايا هاد الكارطه ما متفقش الاخوان مع هاد المبلغ، قال لك هو عمر ما توصل بالمبلغ اللي عنده فيه الحق. هو نورمال الاخوان عنده جوج، مهم العائله متكونه بجوج كبار وجوج صغار، نورمال في الرينتا غارانتي هذا ديال انجلز ونيتال عنده الحق الاخوان في 934 وقيله اذا ما كذبتش اذا ما نسيتش. ولكن اولاد عمامي حتى لدابا كانوا كيخلصوه غير 700 وكذا، ودابا بهاد الاكتواليزاسيون كيف كتشوفوا معايا في هاد الكارطه الاخوان كيقولوا ليه باللي غادي يخليوك ولا غادي نخليوك غير 654 اورو في الشهر. انتم كتشوفوا الكارطه، كتشوفوا معايا الاخوان، غادي نقرا لكم الكارطه باش تعرفوا شنو كاين، غادي نقرا لكم المبالغ، ولكن من تما الاخوان غادي نمشيو للكارطه نقراوها حيت فيها واحد المعلومه اللي مهمه اللي خصكم عاود تعرفوها وتركزوا معاها، كنا هضرنا عليها الاخوان ماشي مره ولا جوج.
في اللايفات ديالنا مع الاخ ابو ايمن، حتى الاخ ابو ايمن في الفيديوهات ديالو ديما كنقول لكم الاخوان باللي حضيو 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 ملي كتجددوا الوريقات ديالكم ولا ملي كيوفاو لكم الوريقات ديالكم، ضروري خصهم توصلوهم للسوريرا سوسيال باش ما يحبسوش لكم هذه المساعده. كيف كتشوفوا معايا الاخوان، هذا الاخ هنا كيقولوا ليه باللي امبورتي انوال دي لا بريستاسيون، المبلغ المجموع ديال هاد البريستاسيون الاخوان نقولوا غادي يخليو ليه 7000، ما كنشوفش مزيان، 7665 7665، رغم ان هاد العائله في الحق عندهم الحق الاخوان في 11209، فين هو الباقي؟ علاش علاش زولوا ليه الاخوان ولا علاش خلاو ليه غير 7000 وكذا؟ كيف كتشوفوا معايا علاش؟ حيت قلت لكم كيعملوا اكتواليزاسيون كيتوصلوا بالرينتا ديال سنه 2021 تحت من هذا الرينتا نوال غارانتي هذا الاخوان ديال 11209، كاين واحد المبلغ اللي عنده علاقه بالرينتا هنا انغريزوس انواليز ديال الاخير 2021 كومبوتادوس محسوبين القاو في الرينتا ديال 2021 بلي هاد السيد دخل 4553، على داكشي نقصوا ليها الاخوان في المبلغ ديالو ديال انغريسو مينيمو بيتال، القاو بلي في الرينتا دخل السيد كيحلف كيقول لي منير انا ما عندي حتى شي مدخول من غير الانغريسو مينيمو بيتال، انا في سنه 2021 ما دخلت حتى شي فرانك من شي بلاصه. في هاد الحالة أنا قلتها له، قلت ليه مشي عندهم شوف علاش دي الوثائق ديالك سينو مشي قلب على شي خيشتور على شي محامي اعمل ريكورسو ديالك ولا نقولو داكشي اللي خصك تعملو ما تسمحش في حقك. حتى لدابا قلت لكم كانوا كيخلصوا حتى غير 700 وكذا، هو عنده الحق في 900 وكذا، ودابا من 700 وكذا كيخليو ليه غير 654. المهم زائد الإخوان هاد الكومبليمنتو ديال العيودة برانا فرنسية 100 الأورو حيت عنده جوج وليدات فالي جوج وليدات 55 و بهذا المبلغ الاخوان راه ما فيش هذيك الزياده ديال 8.5، هذيك الزياده ديال 8.5 غادي تكون الاخوان ابتداء من شهر 1 بالي ولاد عمامي، انا كنتكلموا غير على المبالغ ديال انغريسو مينيمو بيتال بالي. قلت لكم الاخوان من 11209 كيقولوا لي غادي نخليو لك غير 400 و553، نو غادي نخليو لك من 11209 غادي نخليو لك غير 7665 حيت لقاو باللي في الرينتا دخل 4553. كيف قلت لكم الاخوان اذا شي واحد ما متفقش مع هاد المبالغ راه يمشي عند شي غيشتوش عند شي محامي ولا يمشي عندهم يشوف علاش. بالا ولاد عمامي هادشي اللي كاين، سيد نقصوا ليه الاخوان بالي حيت لقاو الرينتا. علاش قلت لكم راه بزاف منكم الاخوان راه ماشي نقصوا لكم حيت خاطئين، كاين اللي خاطئين نعم بزاف ديال الناس اللي خاطئين ليهم الاخوان نقولوا تخربخ ليهم داكشي، ممكن هادوك ابار كاين واحد الفئه اللي ما خاطئينش ليهم الاخوان في المبالغ، لقاو باللي دخلوا شي حاجه اما شي سوبسيديو ولا خدموا شي شهور ولا الاخوان نقولوا شي مساعده ديال الكرا وزيدوا زيدوا زيدوا زيدوا، انا ما غاديش نعرف الاخوان الحاله ديالكم ولا المداخل ديالكم، كل واحد راه عارف شنو كاين. واذا شي واحد منكم لقى باللي ما دخل حتى شي حاجه الاخوان ابار من انجلز واحد الانجلز ما دار الاخوان راه ما محسوبش نورمالمون في الرينتا خصكم تلقاو 000. بالا ولاد عمامي واحد المعلومه اللي غادي نزيد لكم الاخوان، هذه راه واضحه الكارطه واضحه ولاد عمامي، حيت الرينتا كيف قلت لكم توصلوا بالرينتا الاخوان ولقاو باللي دخل بالي، هذا واحد من الاسباب الاخوان ديال هذاك النقص اللي توصلتوا به شي وحدين. ولكن في الكارطه كيف قلت لكم الاخوان كاين واحد المعلومه اخرى عندها علاقه بالدينيس ديالكم الوريقات ديالكم. هاد السيد كيف هاد السيد كيف واحد السيد اخر اللي صيفط لي الكارطه الاخوان بجوج بهم كيقولوا ليهم باللي راه اما شي واحد من العائله ديالو من العائله ديالكم قرب توفى ليه ولا يوفاو ليه الاوراق ولا راه نقولوا جدتو عملتو الرينوفاسيون وما جبتوهمش لينا. هاد الاخ الاخوان عطاو ليه حتى 31 من هاد الشهر باش يديو ليه باش يدي ليهم نقولوا الوريقات، وواحد الاخ اخر عطاو ليه شهر باش الاخوان يدي ليهم هذاك الوريقات اللي
المنح ديال الرينوفاسيون الاخوان ما كيقولولكش. المهم كيقول لك الاخوان هنا لتحت، ولكن ما غاديش نقول لكم السميات ديالهم، هما هنا راه كيقولوا لهم ديال كذا، ديال هاد السيد هذا ولا ديال هاد السيده وديال البنيته ولا ديال الوليد. المهم اي واحد عمل رينوفاسيون الاخوان الورقه ديالو ولا شي حاجه، ولا ملي غادي يعمل رينوفاسيون خاص يسيفطوهم نقولوا لسيغورا صوفيا. بالا ولاد عمامي حيت كما قلتوا معايا لهنا في الكارت الاخوان راه داكشي مذكور مزيان هنا. Al pie de esta notificación se identifican, vale, los beneficiarios de su unidad de convivencia que su permiso de residencia en España ha vencido, está próximo a vencer, por lo que es necesario que presente la documentación que acredita la residencia legal antes del 31 de diciembre del 2021. ¿Vale? Y si no, que gurulí. Por lo contrario, si no presenta la documentación solicitada en el plazo señalado, se extinguirá el derecho a la prestación del ingreso anual a partir del 1 de enero de 2023. Hasta luego, وما جبتيهاش لينا كنعطيوك حتى 31 من هذا الشهر. اذا ما جبتيهاش في هذا البلاصو هذا ابتداء من 1 من 1 2023 غادي نحبسوها لك. هذا الشيء اللي كاين اولاد عمامي. كنتمنى ان شاء الله يكون وضحت لكم هذه الكارطه الاخوان علاش من هذا النقص. كل شيء واضح. الرنت 2021 بزاف منكم كنتو شديتو معايا الهضره نو راه دابا كيشوفوا الارباح ديال 2022. نتوما غير خدموا العقل ديالكم. واش دابا حنا عملنا شي رينتا ديال 2022؟ نو. فوقاش كنعملوا الرينتا ديال 2022؟ حتى شهر 4. حتى شهر 4 عاد كنبداو في الرينتا الاخوان نقولوا كنديكلاريو الارباح ديالنا ديال 2022. بالو ولاد عمامي ديما الرينتا كنعملوا ديال السنه اللي فاتت، الارباح ديال السنه اللي فاتت كنديكلاريو السنه اللي فاتت. فالي المهم ولاد عمامي تحياتي لكم، كنتمنى ان شاء الله الناس اللي ما توصلتش بالمبالغ ديالها توصل بهم، واذا شي واحد مشى عندهم ولا شي حاجه عنده شي معلومات الاخوان يشاركها معنا باش نشاركوها مع الاخوان ديالنا. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.